وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرمضاني الثقافي سباق المحضرة. مشاهدينا متسابقين الأعزاء، اليوم وكما وعدناكم يوم أمس وعدا منجزا إن شاء الله، نقدم حصيلة 20 يوما الماضية من النقاط. حصل جبريل والمحمد على 57 نقطة، وأحمد والأحمد على 33 نقطة، ومولود والأحمدنا على 32 نقطة، و17 نقطة لخالد والبابا، وآمنة من تحمد 5 نقاط، ولكل من مريم بنت محمد محمود وبانا والمحمد الأمين وباهية والمحمد الحسن ومحمد بونا السيد وأحمد يسلم والطالب عبيدي 2 نقطة، أما الباقون فنقطة واحدة، وهم كوريا بنت محمد والمختار السالم والأحمد والحاج وسيدي محمد والكباد وعبد الرحمن والمحمد والحسن والمختار. حظ أوفر لمتسابقين الكرام وجوائز لا شك قيمة في انتظار الفائزين معنا نهاية الشهر الكريم، الفائزون 3 الأوائل وجائزة الأول 1000 إن شاء الله، وللثاني والثالث كذلك جائزتان قيمتان بعد الأول طبعا. إذن الأرقام التي تمكنكم من الاتصال بنا هي التي ترونها على الشاشة ولا بأس بذكرها: 43 20 23 59، 43 20 23 60، وأولى المجموعات في هذه الحلقة في انتظار المتسابقين. يتصل مولود والأحمدناه وهو في المرتبة الثالثة لحد الساعة. تفضل يا مولود. أعطينا رقم 2. رقم 2 يعطي لك مولانا إن شاء الله. شوف وتعطو برخص غير شذن كأنه أساريع ضبي أو مساويك إسحلي، ما معنى الكلمات التالية: تعطو ورخص وشذن وإسحلي؟ شكل سريع. تعطو تمد. تعطو ماذا؟ رخص الصبع الرقيق. والشذن تعطوه تمده. يا والشذن لا تعيد الوقت. شذن ما الشذن؟ صبع غليظ. ايوه. وما الإسحل؟ وما الإسحل؟ الأخرى نوع من الشجر. بالضبط، بارك الله فيك. شوف نحن أعطيناك رقم 2 ومزارة جهودك أنت منين اللي بذل مزيد من الجهود إن شاء الله تحت الرقم 2 ولا قاع واحد. شوف كما ذكرت: تعطو تناول، ورخص هي لين ناعم، والشذن الغليظ الخشن، والإسحل شجر دقيق الأغصان مستويها. شكرا لك على الإجابة الصحيحة، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. يتصل جبريل والمحمد، أنت تحتل المرتبة الأولى معنا لحد الساعة، تفضل. الله يجازيك. مساء الخير أستاذي. لا يتقبل لا واحد تفاؤلا. أعطيني رقم 1. ايوه طيب أعطي لك مدام. شوف: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير إن شاء الله. مولي تفاؤلا ثانيا، ما إعراب كلمتي إياه وعسير في البيت؟ بشكل سريع أخي الكريم. إياه ايوه خبر كان. والله عسير الخبراش. تفضل. وعسير اسم ليس هذا. اسم ليس هذا. شكرا لك، في اتصال اخر ان شاء الله، نستقبل من بعدك مكالمه جديده اذا كانت جاهزه. مولود يتصل، تفضل يا مولود. انا رقم 4. رقم 4 مالك ما تقبل رقم 1؟ ما عندك طموح؟ الا تطمح لي واحد كما تفاءلنا لجبريل؟ إذا نعطيك 4 الذي طلبت، ذلك تفاؤل، و4 طلبته. عمرة القضاء
لماذا سميت بهذا الاسم؟ مولود عمرة القضاء، ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عد العمرة، ما عد العمرة الحديبية. ايوه من عد السنة الأخرى عاد قضاء العمرة التي قبلها. وقيل أيضا قول آخر، هل تذكره؟ فيها قول آخر؟ سبب تسمية؟ تعليل للتسمية آخر؟ الله يبارك فيك. شوف إجابة هذا السؤال صحيحة، وهي كما ذكرت لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة والمقاضاة والمصالحة، ومعلوم ما وقع من المقاضاة والمصالحة في الحديبية مع سهيل بن عمرو، وقد سهل الأمر بقدومه كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحب الفال. ولا يحتاج الفال إلى أن يوصف بالحسن، لأن الفال لا يكون إلا حسنا. في اتصال آخر أخي الكريم، أجبت على السؤال 4 ونستقبل مكالمة جديدة. بها والخطر يتصل، تفضل بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك، تفضل. محمد محمود حياك الله. حياك الله بها، مرحبا. وحيا الله الزملاء اللي معاك في الكونترول. اللي يواجه عماني من الناس المتسابقة، غير بعد ساعة كنا معاهم في بارك الله وفيك ملاك جازم الإحسان إن شاء الله بينا احنا الضغط المسابقة. أنت أول فائز معنا في هذا السباق، حصلت على الجائزة الأولى، حياك الله والله. حياك الله والله والله. حياك الله، شكرا. ما قلت هنا قلت لك يكون نسجل، لكن أنت شخصيا محمد محمود تحية تقدير واحترام، جزاك الله. ونسجلها للمدير العام شبكة التلفزة الموريتانية، مدير العام للتلفزة الموريتانية. يستحق المدير، لأنه ملاحظا عن التلفزة الموريتانية الناس كاملة ورك حالا، كلها كلها مديون في المكان. يلا بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا بها. على هذين الشكرين الذي ثانيهما مستحق، وفي الأول تفاؤل، نستغفر الله، نستغفر الله لك فيما قلت فيه، ونشكر لك اتصالك. يتصل أحمد والأحمد، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال رقم واحد، سؤال رقم واحد يطمح له الجميع الآن، رقم واحد هذا: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك ماذا يسير الشر. سؤالنا: ما إعراب كلمتي إياه وعسير في البيت؟ تفضل. إياه فيها عنها، فيها عنها اسم كان، فيها عنها اسم كان، وعسير فيها عنها خبرها، خبرها ليس هذا. شكرا لك أحمد ولا أحمد، وأنت تحتل معنا لحد الساعة المرتبة الثانية في هذا السباق بعد جبريل، ومن بعدك مولود لحمدنا، وبعد ذلك خالد البابا، هؤلاء الأربعة الأوائل. إذن شكرا لك. ويتصل مولود لحمدنا، تفضل مولود. رقم واحد، رقم واحد يطيلك مولانا. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، ما يعراب كلمتي إياه وعسير في البيت؟ عسير هي نص البيت. في محل ناصب قبر كونك، ايوه يسير الخبر، وعسير خبراش كونك مرفوع بالضم. وهل يكون الخبر مرفوعا؟ خبر ماذا؟ خبر يكون مرفوعا كما ذكرت، لكن خبر ماذا؟ وضح لي المبتدا. ها؟ خبر المبتدا كونك، كونك مالك في تعطيتها خبر المبتدا كونك، ما لك في تقتلي عنها جاية من كان، وتجبر خبر ناسخ، خبر خبر كان ناسخ. أوضح لي. واحدة خبر لأنها تعمل عمل كان، أيوه. واحدة خبر لأنها مبتدأ فقط. أيوة طيب، أنت ذكرني باسمك، أنت مولود. مولود اللي أحمدنا ذاك اللاعب قبل تلحقتوا مرحلة نقبلوها منك، شكرا لك. إجابة السؤال واحد هي لك يا مولود. هو كما ذكرت إياه خبر كونك من جهة النسخ، أي أنها مشتقة من كان، وما منها تصرف احكما له بما لها.
أعتقد أنه صاحب الأجر الرومي عبيد لا ما أعتقد. وعسير خبرها من جهة الابتداء لأنها مبتدأ وتطلب خبرا هكذا. شكرا لك، إجابة صحيحة على السؤال الأول، نقطته هي لك ويتصل جبريل. تفضل جبريل. جبريل شوف أعطيني رقم تنازلت عن رقم واحد وقد يجيب علي. جبريل تنازلت عن الرقم الأول أخذه مولود، هل ترضى؟ رقم ستة. إذن تنزل إلى ستة وجاوب بعد. ترزق جابر الفهري، متى استشهد؟ متى استشهد كرز بن جابر الفهري؟ منو؟ متى استشهد كرز بن جابر الفهري؟ متى؟ ليعود فتح مكة؟ ذاك في سنة؟ ها؟ ذاك في سنة؟ هل تذكر؟ ذاك فتح مكة ليعود 8 للهجرة؟ ذاك بحالته ذيك. بارك الله فيك. إجابة صحيحة، كرز بن جابر الفهري استشهد يوم الفتح وكان ذلك في السنة 8 الهجرية. ونستقبل مكالمة بعد مكالمة جبريل. هذه متصلة ربما جديدة. تفضلي. حاجة اتصلتي بنا من قبل؟ ألو نعم. أول مرة تتصلين أليس كذلك؟ الأرقام شنو؟ الأرقام فيها تزقل 2 و4 و6 بقية 6. عرفت ذلك، تفضلي. اختاري أحد الأرقام المتبقية. ما زال عندك 3 و5 و7 و8 و9 و10. اختاري أحد الستة. حاجة ننتظرك. تختارين أحد الأرقام الستة؟ ينقطع الخط عن حاجة ويتصل مولود الأحمدنا. تفضل مولود. يا مولود. رقم 8. رقم 8 يقول حلو الشمائل وهو مر باسل يحمي الذمار صبيحة الإرهاق، ما المحسن البديع في البيت؟ نعم. ما أطلع للشاشة ما أنظر. أعيد نظرا. بسرعة. طباق. هذا طباق. وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ سيتحول السؤال ما الطباق؟ وأين الطباق في البيت؟ بشكل سريع دائما أخذت وقتا طويلا. حلو. الحلو. وكان حلو وبدها مر. أيوة. طيب. تفضل. وماذا؟ هكذا. المزاد. لا. شوف كما ذكرت جواب السؤال الثامن أن في البيت طباقا وهو بين مر وحلو في البيت. إذن شكرا لك على الإجابة الصحيحة، كنت أجبت على السؤال الثامن. نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. الطفل خالد الباب يتصل عليكم. السلام، مرحبا بك. شو مازال من الأرقام؟ الأرقام مازالوا 5 وأجيب على 5 بالتعادل الآن. شوف لين ذكرك بالأرقام المتبقية 3 و5 و7 و9 و10. اختار أحد الخمسة دي. خالد صار رقم 7. رقم 7 يقول وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي، ما وجه الاستشهاد في البيت نحويا؟ خالد دخول الباء. دخول الباء على ماذا؟ على خبر لا. بالضبط هو هذا، بارك الله فيك. هل تذكر شاهدا على ذلك أو نصا على صح التعبير؟ هل تذكر نصا من النصوص المحضرية المشهورة على قولك ينقطع الخط عن الطفل خالد الباب؟ وهو كما ذكر وجه الاستشهاد هو دخول الباء الزائدة على خبر لا النافية العامل عمل ليس، وكما قال ابن مالك وبعدما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر، والشاهد هنا وبعد لا. قول ابن مالك وبعدما وليس جر الباء الزائدة كما قال في الطرة الخبر، جر الباء الزائدة الخبر
بعد لا وبعد لا ونفي كان قد يجر. شكرا لك، إجابة صحيحة أخي الكريم خالد الببة، كنت أجبت على السؤال السابع، وبقي أربعة، بقيت أربعة أسئلة من مجموعتنا هذه. إذا كان على الخط أحد المتسابقين نستقبل مكالمته، وكان جبريل. تفضل يا جبريل. شو أعطيني رقم 10؟ رقم 10 يقول: قال تعالى: نزل به الروح الأمينة، من قرأها من العشرة بنصب الروح والأمينة؟ وتشديد الزاي من نزل. شوف حمزة. ايوه. و لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه. انتظرك. سردها سردهم سردا. يعقوب ومن؟ نعم تفضل تفضل انا استمع لك. مازال شي وجا شي ما يلا يجي. لا يتحضر لا يتحضر الإجابة كاملة ومكتملة وتتصل بي اتصال آخر إن شاء الله بعد الفاصل. شكرا لك. إذن مشاهدين الأعزاء متسابقين الكرام، فاصل بعده نواصل إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء متسابقين الكرام، ونعود إلى مجموعتنا وإلى أسئلتها المتبقية، ونستقبل المكالمة في الانتظار، صاحبها في الانتظار على الخط، وهو مولود لحمدنا. تفضل مولود. يا مولود، الأرقام ما زال منها؟ الأرقام ما زال منها 9 و10 و3. ثلاثة. من ثلاثة؟ ثلاثة. يقول قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ بشكل سريع. فلا يتدبرون القرآن. نزلت. نزلت في أبي سفيان بن حرب. ومن؟ بشكل سريع. والحارث بن هشام. أيوة. وسهيل بن عمر بن عامرين. وسهيل. أيوة. بن عمر. أيوة. وعكرمة بن أبي جهل. وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. بارك الله فيك. إجابة صحيحة على السؤال الثالث. هي كما ذكرت، أنا حاولت أن أساعدك بالآية الكريمة فلا يتدبرون القرآن، هي أن من نظر في الآية بعين الناظر المتوسم سيجد سبب النزول واضحا. فقاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء الذين كنت في سردهم هم أئمة الكفر والعياذ بالله، هو باستثناء من أسلم منهم طبعا، رضي الله عن من أسلم منهم. هو كما ذكرت، قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش أئمة الكفر الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا بإخراج الرسول. هؤلاء. إجابة صحيحة أخي الكريم على السؤال الثالث. شكرا لك.
نستقبل جبريل على الخط في الانتظار. تفضل يا جبريل. شوف أعطيني رقم 5. رقم 5 لم يجب عليه، نبهتني عليه، وهو ما يزال من الأسئلة التي لم يجب عليها. الإفراك مصطلح فقهي في باب الزكاة، ما دلالة هذه الكلمة؟ ما المقصود، ما قصد الفقهاء عندما يقولون الإفراك؟ بشكل سريع، أنت من المرتجلين، من الرجال المرتجلين، بارك الله فيك، مرتجل ارتجالا. شوف إيه. تفضل. هذا اللي نخلي فرصة ما عليك. بارك الله فيك. طيب شكرا لك، أشكر لك إتاحة الفرصة لغيرك، ونستقبل من بعدك مكالمة جديدة. صاحبها أحمد. أحمد ما لك، أنت الثاني معنا لحد الساعة، تتأخر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. شو مازال عندك من الأسئلة؟ الأسئلة مازال من 3، 5 و9 و10. نبهني جبريل على 5، كنت في سهم. شو أعطيني 5؟ 5 كما طلبه جبريل من قبلك. الإفراك مصطلح فقهي طبعا في باب الزكاة، ما دلالة هذا المصطلح؟ ما الإفراك بشكل موجز؟ دلالة الإفراك، هذه إفراك شنو اللي قالوا الفقهاء؟ غير طلت أطلت على الخط؟ الله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم. إذن الأوائل معنا يحجمون عن الإفراك، وهو مصطلح فقهي معروف، فأحجم عنه الأول وأحجم الثاني جبريل وأحمد، ويتصل محمد، والمحمد المختار ربما متصل جديد لا أدري. تفضل محمد. محمد محمد المختار. محمد محمد المختار، أنت أول مرة تتصل بنا؟ عليكم السلام. مرحبا، أول مرة تتصل بنا أليس كذلك؟ أول مرة. بارك الله فيك. شوف عندك ثلث أسئلة اللي تختل منهم، ثلث أرقام 5 و9 و10، شوف اللي تحتهم شنو. أخرج الخبأ. 9. ها؟ 9 يقول اشترط الإمام الترمذي حسن شروطا، ما هي؟ ما شروط الترمذي لحسن الحديث؟ يعني يوصف الحديث بأنه حسن، للحكم بالحق. وقال الترمذي حديث حسن، هذه فايتة في الأذن. شروط لذلك شنو؟ ما سمعتك، ما سمعتك، أعرب عن إجابتي. أنا ما سمعت لك ولا نبسة واحدة. الخط بيني وبينك فيه تشويش لا أدري. الآخر في اتصال آخر. بارك الله فيك، شكرا لك. مولود ولا أحمد ناهي التصيل؟ تفضل مولود. رقم 5. رقم 5 يقول الإفراك مصطلح فقهي في باب الزكاة، ما معناه؟ وقد أحجم عنه جبريل وأحمد، وأنت الرقم الثالث معنا لحد الساعة، لعلك تقدم إليه إقدام البطل المغوار. تفضل. هو طيب الحب وبلوغه حد الأكل، هذا طيب، واستغنائه عن السقي، هذا مطابق. ثم أيو هكذا، هذا هو تعريفه. شوف، هو طيب الثمر وبلوغه حد الأكل واستغناؤه عن السقي. لا، وطبعا هو في الثمر بالطيب، وفي البلح بالزهو، وفي العنب بالحلاوة، قال الشيخ خليل في المختصر، وفي باب الزكاة طبعا، والوجوب بالإفراك، وهذا ما يعنونه بالإفراك. كنت يا مولود أجبت على السؤال الخامس، شكرا لك. نستقبل خالد والبابا. تفضل خالد. رقم 10 يقول قال تعالى نزل به الروح الأمينة، من قرأها بتشديد الزاي نزل والروح والأمينة، من العشرة؟ أقرأ بن عامر. هو وحمزة. هو والكسائي. هي ويعقوب. أه. وخلف. هو وشعبة. الله يبارك فيك، إجابة صحيحة وكاملة ومكتملة كما عودتنا خالد البابا على هذه الإجابات الوافية ما شاء الله، والكافية والشافية ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن شكرا لك. هو كما ذكرت نزل به الروح الأمينة بالنصب، نصب الكلمتين الروح والأمينة، قرأها يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، وأبو بكر هو شعبة كما ذكرت عن عاصم. شكرا لك خالد البباع على إجابة السؤال العاشر، وبقي سؤال واحد. أحمد ولا أحمد تجيب هذا السؤال وأنت متقدم معنا؟ شو السؤال رقم 9 هذا؟ والله إن شاء الله.
شروط الترمذي للحديث الحسن، متى يصف الترمذي الحديث بأنه حسن؟ ما شروطه لذلك؟ شو أولا أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب. أيوة. ثانيا أن لا يكون الإسناد شاذا. أيوة. ثالثا أن يروى من ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر صاعدا. بالضبط، هذه الإجابة كاملة ومكتملة تبارك الله، وجئت على آخر سؤال ما شاء الله من هذه المجموعة، وكان هو السؤال التاسع أجبت عليه، بارك الله فيك. إذن تفتح المجموعة الثانية في هذه الحلقة أمام متسابقين الأعزاء، وبقيت 10 دقائق وعشرة أسئلة، لا أدري هل سيكون معدل الدقيقة الواحدة للسؤال الواحد أم ماذا؟ مولود الأحمدنا يطرق باب هذه المجموعة، تفضل يا مولود. رقم 9. رقم 9 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أين مكان وفاته وأين مدفنه؟ أين دفن وأين توفي؟ هكذا. اسمع ذاك اللي قال لك. توفي في مكة ودفن في مقبرة الحجون في مكة. مقبرة ماذا؟ حجون. الحجون وماذا؟ الحجون. الحجوني. معلق. ها؟ ماذا قلت؟ المعلق. مولود. هو كما المعلات بفتح الميم كما ضبطها مؤلفون في ميدان البلدان، معجم البلدان ضبطها بفتح الميم المعلات. شوف، هي انت قلت توفي بمكة ودفن بذي طوان وقيل بفخ وهي مقبرة المهاجرين، ذلك تكملة للفائدة. شكرا لك يا مولود، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. يتصل الطفل خالد البابا، اختار من 9 أسئلة. سؤال رقم 7 باستثناء 9. 7 يقول: متى يصح الإخبار عن اسم العين بالزمان؟ إذا كان المبتدأ اسم عين، متى يصح الإخبار عنه بظرف الزمان؟ هذا منصوص يا خالد. سؤال يعود. نعم. شكرا سريع. نعود الزمان مختص. أيوة. والمبتدأ إيش خارج له؟ ومخبر به عن مبتدأ عام. بارك الله فيك، إجابة صحيحة. شوف، إذا كان المبتدأ عاما والزمان خاصا، ولا يكون اسم زمان خبرا أو قريب من هذا من نص ابن مالك، هو كما ذكرت بالضبط، إذا كان المبتدأ عاما والزمان خاصا. شكرا لك يا خالد، كنت أجبت على السؤال التاسع، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة. يتصل جبريل. يا جبريل. رقم 4. أنت جبريل؟ هي هو. تفضل. 4. 4 يقول: سرية أبي بكر الصديق إلى نجد في أي شهر كانت وفي أي سنة؟ جبريل. هي أنت؟ هي كانت السنة السابعة للهجرة. كانت ولاتات. ايوا. ها؟ طيب طيب، تابع. الشهر شعبان. الشهر شعبان. ايه. بالضبط. إجابة صحيحة ما شاء الله، بارك الله فيك يا جبريل. سرية أبو بكر الصديق إلى نجد كانت في شهر شعبان وفي السنة السابعة للهجرة كما ذكر المتسابق جبريل، وكان ذلكم إجابة السؤال الرابع. أجاب عليه جبريل فله النقطة. شكرا لجبريل، نستقبل من بعده مكالمة جديدة. أحمد ولا أحمد؟ السلام عليكم. هنا السؤال رقم 8. السؤال 8 يقول: الركاز مصطلح فقهي، ما دلالته وما الذي يجب على من وجده؟ ما الركاز وما الذي يجب على واجده؟ شكرا سريع، ابتعد عن جهاز التلفزة فهم راجع الصوت. وماذا؟ هو نوع من النقدين من الذهب والفضة. الركاز نوع من النقدين، ايوه. وش واجب فيه؟ حد جبر وش عدله؟ هو ده يزكى منه، يجعله زكى منه
ربع العشر. شوف لا يتحضر الإجابة وتتصل بي، شكرا لك. يتصل مولود ولا أحمدنا؟ لا أدري هل سيطلب السؤال الثامنة أم يطلب غيره، لا أدري. تفضل يا مولود. سؤال رقم 8 بالضبط، هذا ما تفرسته. سؤال رقم 8 الركاز مصطلح فقهي، ما دلالته وما الذي يجب على واجده؟ انتظروا يا مولود. هو كل ما كان مدفونا في الأرض، كل ما كان مدفونا في الأرض ويلزم فيه الخمس، ويلزم الخمس. زين، شوف ذيك الأرضية يقول الفقهاء عنه ما دفنه الجاهليون يا غير اللام تبلتقي نقطتك. سؤال لا لك. شوف، شكرا. قال صاحب نظم الرسالة، نظم الرسالة لعبد الله بن الحاج حيم الله القلاوي، قال وفي الركاز وهو دفن الجاهلي خمس بلا شرط عن الأوائل، وقوله بلا شرط يعني أنه سواء كان عينا أو غيرها قليلا أو كثيرا، إذن واجبه الخمس يصرف لبيت المال، والركاز هو ما دفنه الجاهلي معه. شكرا لك، إجابة صحيحة، كنت أجبت على السؤال الثامن أنت مولود. شكرا لمولود، ونستقبل مكالمة جديدة. تفضل مولود، كنت معنا الآن. شوف أعطيني، أعطيني اسمك. جبريل المحمد. أنت جبريل، تفضل يا جبريل. أعطيني رقم، من رقم 9. السؤال 9 وجيب عليه، رقم 9 وجيب عليه. وما زال عندك 1 و2 و3 و5 و6. تو لا لا، عندك 4 دقائق. شوف 5 يقول ألا فربعا بالربع من سفح تندمكي، وفي كل ربع من مرابعها فبكي، فنزرا به صون الدموع كأنه تحدر منظوم الجمان من السلك. من القائل؟ من القائل؟ من القائل بالضبط؟ هذا سؤالنا بالضبط، هذا سؤالنا. من القائل لبيت البيتين ظاهرين على الشاشة بسرعة؟ شوف هو ما وذيب الحسني، ما وذيب الحسني كما ذكرت. شكرا لك، نستقبل من بعدك مكالمة جديدة إذا كانت جاهزة. يتصل الطفل خالد البابا، تفضل خالد. سؤال رقم 1، السؤال رقم 1 يقول ما يعراب كلمة مستخرجا في قول الشاعر انطق بحق وإن مستخرجا إحنا فإن ذا الحق غلاب وإن غلب. مستخرجا ما يعرابها في البيت خالد؟ خبر كان محذوف، محذوفة هي اللي هي كان، محذوفة هي اللي هي كان. واسمها منين خالد؟ اسمها منين؟ وأن قلت لك اسم كان اللي محذوف، محذوف معاها، محذوف معاها. أنا اللي أندور نعت للناس، تبارك الله عنك، أنت واضح لك ما شاء الله، وجاوبت لي وإجابة وافية وكاملة، بارك الله فيك. خالد، هو كما ذكرت مستخرجا خبر كان محذوفة كما قال ابن مالك، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وهي هنا بعد إن، وكما قال ابن مونة في الطرة ويحذفونها مع اسمها ويبقون الخبر مع اسمها، هذا ما سألتك عنه، ويبقون الخبر دالا عليها. ومن أمثلته الحديث الشريف بلغوا عني ولو آية، هذا كان محذوفا مع اسمها بعد لو، وأحدهم على الخط في الانتظار. نستقبل مكالمته بعد الشكر خالد، شكرا ثانيا. مولود الأحمد لا، تفضل. مازال عندك 2 و3 و5 و6 و10 ودقيقتين من الوقت. أعطينا رقم 2. رقم 2 ودقيقتين. ما المحسن البديع في قول الشاعر فتى كان فيه ما يسر صديقه ولكن فيه ما يسوء العادية؟ ما المحسن البديع في البيت؟ بشكل سريع. مقابلة، مقابلة. كيف ذلك؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. يسر صديقه يسوء عادية. حق بقى ذاك اللي بحالته ذيك، وتقول لي الفرق بين المقابلة والطباق؟ والله يحتاج القوم يرجعوا لذاك. المقابلة تكون في مجموعة والطباق يكون بين المفردين، بين المفردين، وكل منهم هذه كل معناه وضده.
بارك الله فيك، إجابة صحيحة ما شاء الله وكاملة ومكتملة. هو كما ذكرت المحسن البديعي هو المقابلة، وكانت بين يسر من جهة ويسوء من جهة ثانية، وصديقه ولا عادية. شكرا لهذا المتسابق الكريم، وهو على ما أعتقد مولود ومن أجاب على السؤال الثاني، ونستقبل من بعده مكالمة جديدة وربما هي أخرى المكالمات في هذه الحلقة. أحمد تفضل. أحمد تفضل، مرحبا بك. مازال من الأرقام؟ الأرقام مازال منها 3 و5 و6 و10. أعطيني كم؟ أعطيني 6 توف. أعطيك 6 توف. 6 توف هو متى يسقط الدين زكاة النعم والحبوب؟ إجابته نتوقع أن تكون موجزة وفقا لما تبقى من الوقت، لو وفقت فيها. متى يسقط؟ متى يسقط الدين زكاة النعم والحبوب؟ هذا سؤالنا بشكل سريع. إلى عاد ما يفي بقضاء الدين. ذاك بعد ما من ساعة بدأت لك التفاصيل، معناها الإجابة ما هي صحيحة. شوف، شكرا لك وانقضى الوقت، و يزال السؤال لا أدري، لعل أحدهم على الخط يلح إلحاحا، وهو جبريل. تفضل جبريل، هذه فرصتك. أعطيني رقم 8. رقم 8 يقول رقم 8 أجيب عليه للأسف. الله يجزيك. اختر غيره، أجيب عليه، اختر غيره بشكل سريع. ما عندنا الوقت. وش مازال؟ مازال عندك 3 و5 و6 و10. أعطيني 3 ما دام الوقت وافي لأنطرد. 3 وتوف. فيمن نزل قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، بشكل سريع. ما أسمعك. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فيمن نزلت الآية الكريمة؟ لا تطيل، لا تطيل. شوف ها، شو هي نسبة الجماعة؟ طبعا ايوا ها ايوا زين، قول جماعة. شو الاخبار؟ باري الاسم ها، وطازان وعطازان ها، وماذا الوقت يضايقك؟ والله لا، واللي رابطني قام وعريب حول المدينه. بارك الله فيك. شوف ذاك السؤال اللي نحاولوا عنه، ما يبقى وراك ان شاء الله. شوف جبريل. طيب شكرا لك، اجابه صحيحه. ونلت نقطه السؤال الثالث، وكما حاولت عريب من اسد وغطفان، وعريب من اعرابي حاضري المدينه. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأعزاء، تنتهي هذه الحلقة من برنامج سباق المحضرة. أقول لكم تحايا فريق البرنامج، وهذه تحياتي، إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم.